من هو خليفة حفتر؟ خليفة بالقاسم حفتر ولد في 7 من نوفمبر سنة 1943، هو ضابط عسكري ليبي وقائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي منذ سنة 2014. في 2 من مارس 2015 عين حفتر قائدا للقوات المسلحة الموالية لمجلس النواب. ولد في مدينة أجدابيا وترعرع هناك، خدم في الجيش الليبي تحت قيادة معمر القذافي وشارك في انقلاب سنة 1969 الذي أوصل القذافي إلى السلطة. شارك ضمن الكتيبة الليبية التي خاضت حرب يوم الغفران رفقة قوات أخرى سنة 1973 ضد إسرائيل. بحلول سنة 1987 أسر حفتر أثناء الحرب ضد تشاد، وذلك بعدما نصبت القوات التشادية فخا أوقعته به. شكل هذا الأسر إحراجا كبيرا للقذافي، ومثل ضربة قوية لطموحات العقيد معمر القذافي في تشاد. أثناء احتجازه شكل هو وزملائه مجموعة ضباط على أمل الإطاحة بالقذافي فيما بعد. أطلق سراحه في سنة 1990، وذلك بعد صفقة مع حكومة الولايات المتحدة، وقضى ما يقرب من عقدين في مدينة لونجلي بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة، وهناك حصل على الجنسية الأمريكية. في سنة 1993 وأثناء إقامته في الولايات المتحدة، أدين حفتر غيابيا بجرائم ضد الجماهيرية الليبية وحكم عليه بالإعدام. شغل حفتر مناصب عليا في القوات التي أطاحت بالقذافي في الحرب الأهلية سنة 2011، وبعد 3 سنوات أصبح قائدا لما يعرف بالجيش الوطني الليبي، والذي كان معترف به من قبل شريحة واسعة من الشعب الليبي على أنه جيش البلاد. لكن حفتر ادعى في نفس السنة أن المؤتمر الوطني العام قد رفض التخلي عن السلطة، فشن حملة ضد المؤتمر وحلفائه من جماعات الإسلام السياسي. سمحت حملته العسكرية تلك بإجراء انتخابات من أجل تعيين سلطة بديلة عن المؤتمر الوطني العام، لكن الأمور تطورت سريعا فدخلت ليبيا مجددا في حرب أهلية ثانية. في سنة 2017 اتهم رمزي الشاعري نائب رئيس مجلس مدينة درنا والمحاميان ريان جودمان وأليكس وايت، اتهم حفتر بارتكاب جريمة حرب بسبب إصداره أمرا بقتل الأسرى أثناء استعادة مدينة درنا. يوصف حفتر على أنه أكثر أمراء الحرب قوة في ليبيا، حيث قاتل مع وضد كل الفصائل المهمة في النزاع الليبي، كما يوصف بأنه يحكم بقبضة من حديد. ولد حفتر كما قلنا في ولاية أجدابيا في سنة 1943، والتحق بمدرسة الهدى المحلية سنة 1957، ثم انتقل إلى مدينة درنا لإكمال تعليمه الثانوي بين سنتي 1961 و1964. انضم إلى أكاديمية جامعة بنغازي العسكرية، والمعروفة أيضا باسم الكلية العسكرية الملكية في بنغازي، في 16 من سبتمبر لسنة 1964، وتخرج منها في سنة 1966. في أواخر سبعينيات القرن العشرين تلقى خليفة حفتر تدريبا عسكريا في الاتحاد السوفيتي لمدة 3 سنوات، إلى جانب ضباط آخرين كانوا قد أرسلوا للدراسة في الاتحاد السوفيتي. تلقى حفتر في وقت لاحق مزيدا من التدريب العسكري في مصر، حيث كان يركز في تدريبه تلك على تعلم سلاح المدفعية بمختلف أنواعه وأشكاله. التحق وهو شاب بالجيش الليبي، وزادت شهرته عندما شارك في انقلاب سنة 1969 الذي أوصل معمر القذافي إلى السلطة، حيث ساعد في الإطاحة بالملك الليبي محمد إدريس السنوسي. بعد ذلك بوقت قصير أصبح حفتر ضابطا عسكريا بارزا في نظام القذافي، قائد القوات الليبية لدعم قاد القوات الليبية عفوا لدعم تلك المصرية في حرب أكتوبر، ومثل أعضاء آخرين من الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي. كان حفتر علمانيا وناصري، كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة الذي حكم ليبيا في أعقاب الانقلاب مباشرة. أصبح حفتر فيما بعد قائد أركان في نظام القذافي، وفي أواخر الثمانينيات قائد القوات الليبية خلال الصراع التشادي الليبي الذي انتهى بهزيمة ليبيا فضلا عن أسره هناك. حفتر هو مواطن مزدوج الجنسية، يملك جنسية أمريكية إلى جانب جنسيته الليبية. لدى حفتر 5 أبناء وابنة، وهما صدام حفتر، خالد حفتر، اللذان يعملان كضابطي في الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الصادق حفتر الذي يقطن ليبيا، والابنان الآخرين هما عقبة حفتر الذي يعمل في مجال العقارات، والمنتصر حفتر. أما ابنته الوحيدة فهي أسماء حفتر، وتعيش في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
في 12 من أبريل 2018 أفيد أن حفتر دخل في غيبوبة بعد إصابته بجلطة دماغية وتم نقله إلى المستشفى تحت العناية المركزة في باريس. ذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المشير خليفة حفتر قد مات، لكن مصادر مقربة منه نفت تلك الشائعات وأكدت أنه لا يزال على قيد الحياة. بحلول 25 من أبريل تم التأكيد على أن حفتر على قيد الحياة، حيث عاد إلى بنغازي بعد تلقي العلاج في باريس. إلى جانب لغته الأم، يتحدث حفتر أيضا الإنجليزية والإيطالية والروسية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية.